أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاتجار بالدخان مع بضائع أخرى مباحة؟ لا يجوز بيع الدخان لأنه حرام، حرام لا شك في تحريمه بعد ما ظهرت التحليلات والفحوصات الطبية. من أول الناس بعضهم يقول أنه مكروه، بعضهم يقول أنه حلال لأن الأصل الحل، لكن لما ظهرت التحليلات الطبية وتبين أن الدخان مضر بالصحة وأنه لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، لم يشك أحد في تحريمه، أو حرام. وإذا كان حراما فلا يجوز بيعه ولا توريده ولا أكل ثمنه. نعم.